هو اخرج واحد يا جدعان مش محرز. يلا انت ده استنى، جبته جبته خلاص. يا طاسه طاسه طاسه، عايز طاسه عايز طاسه في ام 7 يا جدعان. ومين اللي عايز؟ اهلا بكم فيديو جديد على قناه تفجير وتدمير. النهارده هنلعب لعبه ببجي موبايل. النهارده انا هلعب مع التيم بتاعي، ولكن النهارده لعبنا بطريقه مختلفه. النهارده كان في تعاون كبير بيننا، وما كنتش باخد منهم الاسلحه الحلوه لدرجه ان انا لما بشوف حد محتاج حاجه بديها له. فالنهارده كان في تعاون كبير، يعني عشان انتوا كلمتوني في النقطه بتاعت ان انت بتاخد منهم الاسلحه الحلوه وهم بيلعبوا معاك، ازاي تعمل كده؟ المفروض ان انت يعني انتوا تيم، لازم يكون في تعاون وكده. ففعلا انا نفذت اللي انتوا قلتوه دوت، وهتشوفوا في الفيديو بنفسكم ان كان في تعاون رهيب بينا، والجيم هيعجبكم قوي، وان شاء الله وانا متاكد ان هتتبسطوا من الجيم دوت اكتر بكتير من الجيمات اللي فاتت. وانا متاكد ان الفيديو ده ان شاء الله هيعدي ال 5000 لايك بكل سهوله. وروني كده بقى الجدعانه بتاعتكم، وحتى ما تحطش لايك لما تشوف الفيديو، لو حتى لو يعني مش هطلب منك ان انت تحط لايك قبل الفيديو، شوف الفيديو بنفسك وهتتاكد من كلامي، وفي الاخر هتقوم ترزع الله كلمتين. انا واثق ومتاكد من كده كويس. وحابب اشكر طبعا كل الناس اللي بتبعت لي شعبيه، وده رقم القديم اللي حابب يبعت لي شعبيه 5 5 7 2 50 115. وطبعا في هختار لكم فيديو حلو كده من الفيديوهات اللي نزلتها على قناه فادي عضلات، فيديو حلو كده يعني احس ان هو ان انتوا هتتبسطوا منه. هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، ويلا بينا نبدا. خلاص يلا يلا معبد ماشي. احنا عايزين ننزل معبد عشان الاسلحه والحوايات عشان نقتل العيال. ماشي يلا، بس هنمشي كده يا جماعه. ارفع فوق يا فادي، ارفع فوق شويه. خلاص بسرعه المعبد، بسرعه بسرعه. طب يا جماعه ايه ده؟ هيدوسني، دسني 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 يا جماعه، هموت. ما تيجوا رفعوني جاي. لا اضرب البوت اللي هناك، الار ده. انا هقتل البوت ده بايدي. فين البوت؟ قاعد بيضربكوا فين؟ ايه ده؟ لا ده انا دمي ناقص، دمي ناقص. ده بيضربني بيضربني فين؟ قولوا اضربوه اهو اهو. على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ على زاوية 100 يا اخي. ده استنى هوشه هوشه وانا هضربه بايدي. انا هذا يلا بس يلا. اتحسبت ليش ليه؟ انا ما ضربتوش والله. ايه ده يا جماعه؟ انا ما خدتش ولا سلاح، انا خدت الفيكتور. بسرعه بسرعه بسرعه. طب سيبوني اللوت بس عشان اخد سلاح، انا معيش سلاح. نك ايه البوت نك يا عم؟ موت بقى يا عم. انا عايز طلق يا جدعان. يا جماعه طلق اخضر. طيب يا جدعان طيب، اخدته. طب اخدته سلاحين، سيبولي سلاح. طيب اهو شايفه اهو، اضرب علينا بده. طب سيبه سيبه. ايوه ايوه انا هاخد الام 4 وهرمي السكار. طب هات سكار هات سكار هات سكار يا اسطى، هات سكار هات سكار. احنا اتزنقنا زنقه جامده على فكره. لازم تروح الاول كده. ما انا معرفش ان في سكار اللي عايز. تمام، اربع كلات اهو. ايوه لقيت اكستندد وفي طلقه اهو، انا خدت الطلقه اف. طب انا ممكن اديلكوا 81 طلقه مؤقتا يعني. انا بتضرب انا بتضرب انا بتضرب. تمام جبته يا جماعه. المعبد طار، تعالوا حاويات بقى. يا ريتنا رحنا يا ريت ما رحنا حاويات من الاول. طب بس طب سجلان شوية، سيبوني اتكلم سيبوني اتكلم. ما عايش حاجه تاني. انت شايفني دم عامل ازاي احمر زي؟ طب تعالوا نروح حلويات. هو اللي حلويات وبقلاوه ومش عارف في ايه. ال 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 انت كنت شايف بمنامك يا فادي انك انت بتاكل حلو ولا ايه؟ تعالوا نروح على الحاويات يلا. هذا بقى إيه؟ اضرب العربية يا فادي، اضرب العربية. فين فادي؟ فين دي فين دي؟ هنا 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 اهو في البيت ده يا عم. مش شايفها، استنى انا يا جماعة. انا انت ده البيت ده يا فادي، انت عبارة. انا نزلت نوك انا نزلت نوك انا نزلت نوك يا عم. انا يا جدعان يا جدعان انا بنزلها يا جدعان، بس بنزلها يا جدعان. خلاص انا جبت ده، في حد تاني جنبه ولا ايه؟ تعالى خش. طيب احنا نزلنا نوك يا فادي. طب خش لها مروحة اجيبك، خش لها مروحة اهلسك. يعني انا بقول لك ما بقاش مروحة. خش لها مروحة. ايه ده انت فين يا عمار؟ استنى جاي لك انت كمان. استنى طب في واحد، في واحد وقع نوك. طب يوسف بيعمل ايه؟ ما لففكش ليه؟ ما يوسف صحاني صحاني. خلاص 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 خلاص. في حد لسه يا جماعه ولا ايه؟ هما كانوا اتنين بس، ادي واحد والتاني كان ورا ورا النوك. هو فين؟ طب سيبولي حاجه بس اشوف معاه حاجه، انا دم احمر. شوف عم، تعالى عمار معاه ايه.
وفي ام 4 تاني اللي عايز. سيبوا لي الاكل لو ما حدش عايز الاكل سيبوا لي. خدوا 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 يلا عايزين نروح الحاويات. انا مش عارف ليه كل ما نقول عايزين نروح الحاويات لقينا قلنا ناس. ايه ده؟ اهو اهو افنش انا على طول، ما تضيعش ستلقك انا افنش. يا جدعان ما يصحش كده يا جدعان. ماشي بقى اجربه يا مروحة وترففني في ايه؟ ماشي طب استنى انا لقيت كار وهرمي الاكل اللي عايز اكل. وعرضه تاني اقول لي واقف بتفرج. خلاص يا جماعة عشان خاطري ما تخنقوش والله بقى مستاهل يا جماعة. يلا نروح فين؟ حاويات راحت برا الزور خلاص. نروح رزق بوشينك، بوشينك جنبنا. يلا بوشينك. روح سكول، سكول بيبقى فيها مدعكة. بلاش عشان سكول بصراحة مقلقة وبيبقى في سنايبرات. باخد بيبسي بس استنى. هو واحد يا جدعان مش محرز. يلا انت ده استنى. جبته 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 خلاص جبته. يا 9 كيل. ايه ده؟ اه يا طاسه 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 عايز طاسه عايز طاسه. في ام 7 يا جدعان ومين اللي عايز؟ يلا يا جماعه نهجم. هنروح فين بقى؟ في ام فور يا جدعان اهو معايا. هنروح فين في رايكم؟ في قصف بس عايزين نخرج بس من القصف ده. نروح بوشينكي. تعال اخش البيت هنا، اخش البيت هنا. طب ما بوشينكي ما عشان يخلص بس ده وبعد كده ما القصف هيخلص بسرعه. القصف بص مش كتير يعني، احنا بنجري الوقت هنخرج منه. بص كام صندوق. ايه ده؟ اوف 2 4. ايه ده ايه ده؟ وفي طلق اخضر وفي هنا صناديق تاني اهي. ايه ده؟ ده بوشينكي كانت مقبره. ما انا بقول لك كويس اللي احنا ما رحناش. يا لهوي. طب بقول لك ايه، عايزين نغير المكان ده لان انا مش مفيش حد. ما احنا مش هنقف هنا. تيجي نركب عربية نلف كده في الخريطة؟ اه يا ريت. يلا عشان تعبت من المشي. في عربية اهي تعال. ايه ده الطيارة دي شكلها هترمي دروب يا جماعة. استنوا اما نشوف هترمي دروب فين ونجيبه بالعربية. ماشي بصوا طيب في طياره فوقنا. استنوا ثواني ما تتحركوش بالعربيه لحظه. استنى معاك زي كان زي. استنى خد خد كان زي. الطياره دي هترمي دروب فين؟ استنى اما نشوف. طب اجري وراها نشوف كده. اجري وراها اجري وراها عمار. دي طالعه بره الزون دي والله. تيجي نحلق الغاز ولا مش وقته؟ اه اضرب اهو. يلا 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 عايز اجيب لبس الشجر وعايز اجيب كل حاجه. اجري اجري اجري, اجري عمار. على طول على طول عمار شمال سنه على طول. شايف شايف. طب استنى استنى استنى. يلا اجري على طول عليه انا هفتح. حد يكفرنا واحنا من واحنا بنعوم. انا نفسي في 100 طلقه. ده 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 لا مش هتلاقي مش هتلاقي لانه ايه ده سكوب 8. الضربات اللي بتنزل بعيدة زي دي ما بتليش فيها حاجة. طب سكوب 8 كويس. انا هرمي 6 بقى يا جماعة اللي عايزة. انا مش عايز انا هيلو جرافيك دي كفيني. يلا نرجع العربية. فاضل 5 يا جدعان. 5. طب يلا نرجع العربية. على فكرة هم اكيد في رزق احتمال كبير. يا اما رزق يا سكول. تعالوا نشوف نروح رزق. انا عمال اقول سكول يا جدعان سكول. حاسس فيه احساس كبير. عادي لو عايز تودينا سكول ودينا. انت اللي سايق ودينا. انت انا اوديكو. لا تعس ما تيجي تسوق. احنا جوه الزون ولا سكول ولا محزنون. احنا نكون هي رزق هي رزق يا جماعه. هتقفل عند رزق. يروح رزق. اه اكبر بيت بقى في رزق كده وعايزين نقعد فيه. بيت دورين اه هناك اهو. خليك هنا يا فادي. خليك هنا. خد خد يا فادي. خليك هنا يا فادي. انزل 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 يا جدعان. طب اصبروا 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 اصبروا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا مؤاخذة العربية للطايرة دي. ما انا مش عارف انا بقالي ساعة شايف. ما نقرب شوية ولا ايه يا رضا؟ ايوه انت شايفهم فين؟ شايفهم من فوق يا فادي. لا في عربية تانية. شفت 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 ناس فوق. في واحد فوق اهو اهو معاه سنايبر يخرب بيته. ايه ده السنايبر اللي معايا معاه كاتم. السنايبر اللي معايا بكاتم كويس. مش عارف اجيبهم. اثبت يا ابني اثبت. اديته في راسه وبرضه ما ماتش. يخرب بيته. ايه ده يا عم اثبت بقى. الواد روشني. مين ده اللي يثبت؟ مين ده اللي يثبت؟ الولا روشني. هو انت بتتكلم هو انت بتتكلم قدامك يا فادي بتقول له اثبت عشان اموتك؟ طب هقول له ايه؟ والله كاتم سنايبر. نوك 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 عايز انوك صاحبه.
ايه ده؟ دخن دخن يا جماعه، دخن. ليه هو بيشرب سجاير؟ نزل من البيت. طب بصوا يا جماعه بسرعه بقى لانه نزل عايز يرشقنا. فين على العربيه؟ فين العربيه؟ العربيه ايه عندك؟ ايه وراك؟ وراك. يلا ودينا المكان كويس نعرف نجيب. هات اللي على الشمال الاول. ها لا نروح اللي في وشنا الاول يا عم. لا يلا بس. طب يلا اي حاجه يلا على الشمال. طب يلا على الشمال. يلا يا عم هي بطيخ عينه احمر اي حاجه. يلا روح. اه شفته ايه. تعالوا بقى من هنا. تعالوا من هنا. تعالوا تعالوا هنا. هنا فين؟ هنا هنا. تعالى تعالى هنا اهو. ماشي. في واحد واقع تحت. في واحد واقع. تعالوا من ورا. جبت واحد. جبت واحد. هو ده اللي انا قصدي عليه. انا ده هنلي دمي هين. جيبوا انتوا الباقيين. انا مش نوك على طول. واحد فوق. تعالوا نطلع له فوق. يلا 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 يلا. خش 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 خش. لا هنا فوق فوق يا عمار في السطح. انا بهيل بهيل. ما معيش دم. ما معيش دم بهيل. انا دمي من هون. جبته عايز. جبته يا جماعه جبته. تعالوا بقى نروح نجيب التانيين. يلا يلا ماشي. السطح ده مكشوف قوي. اصبروا بس هايل. اصبروا بس هايل يا جدعان. اصبروا بس هايل يا جدعان. اصبروا. اوف اوف في حد بيضرب علينا. قوم. لقيت قوم. كفرونا جه ياخد القوم. اه ده في قوم هنا اهو. وفي قوم تحت كمان. ايه ده انا ثابت ليه؟ مش عارف امشي. حلو يلا. التانيين فين؟ فوقنا في البيت اللي في وشه. في البيت اللي فين؟ ما عادش الاثنين يا جماعه. ايوه هما مفيش. يلا نبص يا جدعان. انتوا خايفين ولا؟ يلا فادي. يلا استنى. اه لا اصبروا يا جماعه. اصبروا جماعه معلش. اصبروا شويه يا جماعه. انا اتقتلت. حد يرففني بسرعه يا فادي. انت بطيء ليه يا فادي؟ احنا عمالين ننزل بسرعه. تعالى يا يوسف. تعالى تعالى يا عمار. حد اه زون. طب استنى يا جماعه. تعالى يا فادي في زون. يلا يا جدعان. صحتي صحتي في الارض. اصبروا. طب هايل هايل. اصبروا يا جدعان. الزون ايه يا جدعان؟ الزون كلتني. الله يخرب بيت. يخرب بيت الزون كلتني. الزون كلتني. هموت هموت. يلا يا فادي يلا اجري. انا هموت مش هلحق. هموت هموت. نك يا جماعه. نك يا جماعه. نك يا جماعه. انا نك برضو. انا نك يا جماعه. تعالى يا يوسف. ايه ده بقى يا جدعان؟ اركض على اللوبه. عاش. انت بطاطي قوي يا فادي. بطاطي جدا يا جدعان. يا فادي عمال اقول لك بسرعه يا فادي. يلا انت مصمم تجيبه. احنا عملنا استراتيجيه عالميه فشخيه. ايه ده؟ بقيت بلاتينيوم. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. وزي ما تشوفتوا يا جماعه، زي ما تشوفتوا نفس الكلام اللي قلته في بدايه الفيديو، انتوا شفتوا بنفسكم ان كان في تعاون كبير بيننا، ويعني يعني كل الحاجات اللي كانت مضايقاكم المرات اللي فاتت انا صلحتها في الجيم ده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش باللايك يا جماعه بتاعك. شير الفيديو في كل مكان. شكرا جدا ليكم. اشوفكم الفيديو الجاي.